كل العودة إلى الخلف باتجاه يوسف محمد. كرة ملعوبة أمامية بينية خطيرة لكن تدخل دفاعي، تدخل خاطئ والكرة في الشباك بطريقة غريبة وعجيبة. هذه الكرة كرة من جاكسون فنلندي، محاولة إبعاد لكرة ميتة وتقدم الحارس تشيزني لتدخل الكرة في شباك وتسعد جماهير اف سي كولن، بينما بالتأكيد لا تسعد المدرب السيد أرسن فينجر الغاضب من هذا التصرف في هذه الكرة. كما قلت كانت ميتة تماما، ومعها ينتهي الشوط الأول. شوط جميل، شوط ممتع بين فريقين كبيرين، بين كولن الألماني وضيفه أرسنال الإنجليزي، والتقدم للضيوف بهدفين مقابل هدف وحيد. أحبة الكرام، نلقاكم مطلع الشوط الثاني. حتى ذلك الحين لكم مني أطيب التحيات وإلى اللقاء.